تلاقيها يمكن هي دي جت صحيح فعلا. بنلعب احلى من ايه. بس انتوا برضو اتسرعتوا في الشقة دي. هدى مساء الخير. مساء الخير. انت ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي مأخرك لغايه دلوقتي؟ انا كنت مستنيك عشان هقول لك على مفاجأة حلوة قوي. خير؟ اصل انا وسرايا رحنا للدكتور. ايه ده يا علي؟ انت مبلول كده ليه؟ اصل ال المطرة مطرت جامد قوي. ما حصلش، ما مطرتش خالص. ازاي بقى؟ مطرت في المهندسين. تمطر في المهندسين والمعادي؟ لا مش معقول. معقول قوي. دي محافظة ودي محافظة تانية خالص. انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ انما ما قلتليش بقى، انت كنت عايزة تقولي لي حاجة. هقول لك اسعد خبر في حياتنا. خير؟ انا حامل. معقولة؟ انت متأكدة؟ بتتكلمي جد؟ ايوه. اختك سرايا عرفت؟ ايوه. صحابك كلهم عرفوا؟ لسه. لا لازم تقولي لكل الناس. انا هقوم اكلم بابا في التليفون دلوقتي واقول له. لا من هنا ورايح ما تعمليش اي حاجه، ما تشيليش حاجه تقيله ولا خفيفه، ما تشيليش حاجه خالص. والاحسن بقى انك تنامي في السرير وما تتحركيش. ايه ده؟ مين الدكتور اللي قالك كده؟ لا الدكتور كمال الشناوي كان دايما يقول كده ثانيه في الافلام. اهلا يا علي. اهلا يا هدى. اهلا لبنى هانم. اهلا. وزي صلاح بيه؟ انتوا مش اصحاب ولا ايه؟ المفروض تسال عنه بالتليفون تزوره، ده احنا بقالنا شهرين ما شفناكوش. ايه نسيتونا؟ يا خبر يا لبنى، ما تقوليش كده. اصل انا وعلي كنا مشغولين اول يومين اللي فاتوا. لبنى كانت عايزه توصلني، قلت لها ما اقدرش اروح من غيرك. ميرسي قوي يا هانم. انت لازم هتتغدي معانا النهارده. ميرسي قوي. انا مش هقدر، اصل صلاح منتظرني على الغدا وهو مش ممكن ياكل من غيري. يعني لو ما كنتش رحت لك الكليه ما كنتش هشوفك. ربنا ستر وصلاح ما خدش باله. المهم عدت على خير. ايه السيجاره دي؟ حلوه مش كده؟ يا ريت يا لبنى نبطل تفكير في المواضيع دي ونخلي علاقتنا زي الاول، صداقه واحترام. خلاص ما دام انت شايف كده دي احسن حاجه. هي ست مننا عايزه ايه غير صديق مخلص يحترمها؟ مش كده برضو؟ وهي كمان تحترمه وتديله حنانها وتشتكيله هو يسمعها، زي عصفورين طايرين روح واحده في جسدين. معقوله يا علي انت اتجننت؟ انت اللي اتجنني. انا خايفه لو هدى تيجي. هدى ما بتجيش قبل انا ما افوت اجيبها من الكليه. والحب والاخلاص هما اساس التوافق في العلاقه الزوجيه، كما ان الثقه المتبادله بين الزوجين تزيد من الترابط بينهما والسعاده الزوجيه. في ايه يا دكتوره؟ حضر يا جماعه من فضلكم سيبوها شويه ما تمنعوش عنها الهوا. خالد روح عند الدكتور علي بسرعه. علي ما عندوش محاضرات النهارده. Thank you.
هي دي؟ لا دي اللي كانت معاه. تقوم تقتله؟ هي رايه وسكينه. هي في غيبوبه نتيجه الصدمه، هتفوق قبل النهار. ارجعي عليا. مدام لبنى سلحدار يا فندم، الدكتور خرج لها رصاصه من رقبتها. المتهمه لازم تخرج من هنا وتتحجز في اوضه لوحدها. متهمه؟ ابني جوه وعاوز اشوفه، عاوز اشوفه. ممنوع يا فندم. ممنوع. عاوز اطمن عليه. علي. علي ابني، علي علي ابني بخير يا دكتور؟ الرصاصة لو اتحركت في خطر على حياته. انت لسه ما طلعتوش الرصاصة؟ طلعنا واحدة والتانية مستقرة قريبة من المخ. امال هتطلع امتى؟ لما حالته الصحية تتحسن ويستحمل العملية. علي علي ابني، علي علي حبيبي يا ابني. فوق. منك لله منك لله. هي اللي قتلته ولا هو اللي قتلها بعملية السودة المهببة؟